في اليمن يدفع مرضى السرطان ضريبة الحرب بشكل مضاعف، ومنذ بدء النزاع قبل 6 أعوام تحول آلاف المرضى إلى ضحايا منسيين. بعض العائلات الميسورة تلجأ لعلاج مريضها في الخارج، بينما الغالبية العظمى تستسلم لمصيرها ملازمة أماكنها بانتظار الموت. الشعب كله مريض مدحين بالسرطان، كان عنده ملاريا منتشر بشكل فظيع. طب صد زغير زغير كبير كبير شيبة جاهل كله قد مريض بالسرطان، ما حد داري إيش السبب. أمام هذه الشحات وقلة الموارد ولا سبيل لنا نشر مريض السرطان إلا الرجوع إلى الله والاستغفار والدعاء بالشفاء. لا تمتلك السلطات الصحية في اليمن سجلات دقيقة خاصة بأعداد المصابين بالسرطان، ولكن تقديرات وفقا لحديث الأطباء فإن النسبة ارتفعت بشكل ملفت، ويأتي هذا الارتفاع في ظل عجز السلطات الصحية المحلية عن تقديم العلاج وانشغال المنظمات الدولية بمكافحة الأزمات الصحية الأخرى. تزداد الإصابة يوما بعد يوم، وهناك مشكلة كبيرة، حجم المشكلة كبيرة وحجم المعاناة كبيرة. مركز العمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز يستقبل في اليوم أكثر من 150 حالة يوميا. نحتاج إلى إمكانات وكلف كبيرة، هناك أكثر من 9000 حالة مقيدة لدى سجلات مركز العمل لعلاج الأورام السرطانية في هذه المحافظة. الاحتياجات بالنسبة لمرض السرطان احتياجات كبيرة، سواء كانت هذه الاحتياجات تشخيصية أو احتياجات علاجية. اليوم مركز الأمل ما زال يعاني أنه لا يمتلك هذه الخدمات تحت سقف واحد. لا يفرق السرطان بين فئة عمرية وأخرى، إذ تشير تقارير رسمية إلى إصابة نحو 1000 طفل من إجمالي 35,000 على مستوى اليمن. ووفقا لتقارير أممية يشخص 11,000 مصاب بالسرطان سنويا، وهي حصيلة صادمة في بلد فقير يعاني ويلات الحروب. في بلد تكثر أزماته ويفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية المؤهلة لمجابهة أبسط الأمراض، يأتي السرطان كأزمة صحية إضافية وقاتل طليق وسط إهمال شديد ومستمر. معاذ منصر، اليوم، تعز.